السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم فيديو جديد. أنا سمر العوضي ودي قناتي الأشغال يدوية. إن شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض إزاي نعمل حواف لمفرش كروشيه وممكن كمان ينفع لبطانية. يلا بينا، بس يا ريت قبل ما نبدأ لايك حلو للفيديو ده واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على كل، ويلا بينا نشوف عملنا الحواف دي إزاي. هنبدأ أول حاجة باللون الأحمر، ده لون الوردة، تقدروا تستخدموا اللون اللي انتوا حابينه. هنعمل عقدة بداية وبعد كده هنشتغل 6 سلاسل. بعد 6 سلاسل هنروح لأول سلسلة عملناها وهنقفل بمنزلقة. كده احنا عملنا دايرة من السلاسل، هنرتفع 3 سلاسل هيكونوا بمثابة أول عمود بلفة. هناخد لفة على الإبرة وهندخل في السلاسل نعمل كمان 2 عمود بلفة. بعد الـ2 عمود هنعمل 2 سلسلة وهنيجي في السلاسل ونقفل بمنزلقة في المنتصف. كده احنا عملنا أول بتلة من بتلات الوردة بتاعتنا. هنكرر 3 سلاسل ارتفاع، 2 عمود بلفة. بعد الـ2 عمود بلفة 2 سلسلة ومنزلقة، دي البتلة التانية. هنكرر ده كمان مرتين عشان نعمل 4 بتلات الوردة بتاعتنا. بعد ما خلصنا الوردة هنيجي باللون الأخضر وهنيجي من منتصف أي بتلة وهنبتدي نعمل 3 سلاسل علشان نعمل غرزة الصدفة. هنعمل عمود بلفة في نفس المكان وكمان عمود بلفة، ده كده نص الصدفة. بعد كده هشتغل 2 سلسلة لفة على الإبرة وفي نفس المكان هشتغل 3 عمود بلفة. يبقى غرزة الصدفة بتاعتنا عبارة عن 3 عمود بلفة، 2 سلسلة، 3 عمود بلفة، وده شكلها. بعد كده هنشتغل 2 سلسلة وهنروح منتصف البتلة التانية من الوردة وهنعمل صدفة اللي هي 3 عمود بلفة. كده 2 3، 2 سلسلة، 3 عمود بلفة، دي غرزة الصدفة. كده احنا خلصنا الشغل اللي باللون الاخضر، هناخد سلسلة ونقص الخيط. بعد كده هنيجي منتصف الصدفة اللي باللون الاخضر، هندخل بقى لون المفرش، هنرتفع 3 سلاسل ونعمل عمود بلفة وكمان عمود بلفة، 2 سلسلة، 3 عمود بلفة في نفس المكان. يعني عملنا فوق الصدفة صدفة، والصدفة عبارة عن 3 عمود، 2 سلسلة، 3 عمود. بعد كده هناخد 2 سلسلة، 1 2، وهنيجي بين الصدفتين في الفراغ ده وهنشتغل 4 عمود بلفة، 1 عمود، 2 عمود، 3 عمود، 4 عمود بلفة. بعد كده هناخد 2 سلسلة وهنيجي منتصف الصدفة نعمل صدفة. بعد ما خلصنا الصدفة هنلف الشغل كده وهندخل بـ3 منزلقات. هسيب اول عمود واعمل منزلقة في التاني وفي التالت كمان منزلقة، وفي منتصف الصدفة تالت منزلقة. بعد كده هعمل الصدفة فوق الصدفة عادي جدا زي الطريقة بتاعتنا، 3 عمود، 2 سلسلة، 3 عمود. بعد ما خلصنا الصدفة الاولانية هناخد 2 سلسلة، 1 2، وهنيجي في الفراغ ده ونعمل 2 عمود بلفة. الـ2 عمود بلفة دول اللي هيزيدوا معانا كل سطر. بعد كده على الـ4 عمود دول هنشتغل كمان 4 عمود، 2 3 4. زي ما زدنا في الاول 2 عمود هنيجي في الفراغ ده كمان هنزود 2 عمود بلفة، يبقى بيزيد كل سطر معانا 2 شمال و2 يمين، يعني 4 عمود بلفة، 2 سلسلة، وهنعمل صدفة فوق الصدفة. انا هنا خلصت وعملت الصدفة. هندخل بنفس الطريقة 3 منزلقة علشان ندخل لمنتصف الصدفة من السطر اللي فات علشان نعمل فوقيها صدفة جديدة، يعني 2 عمود بلفة مع الـ3 سلاسل ارتفاع يكون عملولي 3 عمود بلفة. بعد كده 2 سلسلة و3 عمود بلفة في نفس المكان. بعد ما نخلص الصدفة هناخد 2 سلسلة، 1 2، وهنيجي في الفراغ ده هنعمل العمودين اللي احنا بنزودهم كل سطر، 1 2. بعد كده هنشتغل فوق كل الأعمدة دي، فوق كل عمود 1 عمود بلفة، ولما نخلصهم هنعمل كمان 2 عمود في الفراغ اللي بعده. انا خلصت 2 عمود وعملت 2 سلسلة وصدفة في الآخر. هنعمل كمان سطر بنفس الطريقة، هندخل بمنزلقات ونعمل صدفة فوق الصدفة، 2 سلسلة، 2 عمود في الفراغ، وهنشتغل كل الأعمدة دي وكمان عمودين هنا، 2 سلسلة وصدفة فوق الصدفة. انا هخلص السطر ده وارجع لكم. انا خلصت السطر والأعمدة اللي في المنتصف دي طلعوا عندي 16 عمود بلفة. هنبتدي بقى نشتغل السطر اللي بعده.
هندخل لمنتصف الصدفة بنفس الطريقة بتلاتة غرزة منزلقة، اتنين تلاتة، بعد كده هرتفع 5 سلاسل، 5، وهناخد لفة على الإبرة، وفي آخر عمود في الصدفة هندخل نعمل عمود بلفة. كده احنا عملنا أول فراغ اللي هو بالشكل ده، 2 سلسلة لفة على الإبرة، وفي أول عمود من 16 عمود هنعمل عمود بلفة. ده كده تاني فراغ، 2 سلسلة هنسيب 2 عمود، وفي التالت عمود 2 سلسلة هنسيب 2 عمود، وفي التالت عمود هكرر بنفس الطريقة، 2 سلسلة هسيب غرزتين، وفي التالتة عمود. وصلت لآخر 2 سلسلة، وفي منتصف الصدفة هعمل آخر عمود 2 سلسلة. هنبتدي بقى نشبك القطعة الأولى. القطعة الأولى طبعا ما عملناش فيها السطر اللي احنا شغالين فيه ده، هنعمله دلوقتي واحنا بنشبك. ده آخر عمود في الصدفة الأخيرة، هاخد لفة على الإبرة وادخل فيه، وكمان هندخل في أول عمود في القطعة الأولى، وهنكمل بقى العمود بلفة بتاعنا عادي جدا. كده احنا شبكنا القطعتين، 2 سلسلة في منتصف الصدفة عمود، 2 سلسلة في آخر عمود في الصدفة عمود، 2 سلسلة، وهنكمل بالطريقة بتاعتنا. هنسيب غرزتين ونعمل في التالتة عمود، نسيب غرزتين ونعمل في التالتة عمود. خلصت السطر ده، وهنعمل كمان سطر بنفس الطريقة. هنرتفع 5 سلاسل وهنلف، وهنعمل فوق العمود عمود، بعد كده هنشتغل فراغ يعني 2 سلسلة وفوق العمود عمود، 2 سلسلة وفوق العمود عمود، وهنكرر بنفس الطريقة لنهاية السطر، ونرجع علشان نعمل السطر الأخير مع بعض. أنا هنا خلصت السطر، عملت 2 سلسلة، وهعد من تحت 1 2 3، هدخل في ثالث سلسلة ارتفاع علشان اعمل اخر عمود بلفة. العمود ده انا هقفله باللون الاخضر تاني علشان اعمل اخر سطر باللون الاخضر، لو انتوا حابين تعملوا بلون المفرش هيبقى برضو جميل. هبتدي اعمل في الفراغ الاولاني 2 عمود بلفة، يبقى ارتفعت 3 سلاسل باللون الاخضر، وعملت في الفراغ 2 عمود بلفة، وهنعمل فوق العمود عمود. هنكرر في الفراغ 2 عمود، 1 2، وفوق العمود عمود. ده السطر الأخير، يبقى بننفذ عدد من الوحدات بطول وعرض المفرش أو البطانية بس بدون آخر 3 سطور، وفي آخر وحدة بنبتدي نشبك الوحدات مع بعض زي ما احنا عملنا. وحدة جميلة جدا وسهلة، وتنفع للمفارش والبطاطين، تنفع لكسوة الانتريه، تنفع لكسوة الغسالة والمكتب. اتمنى يا رب يكون الشرح سهل وبسيط ووصل لكم، وان شاء الله نتقابل في عمل جديد. ما تنسونيش في لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على كل. نتقابل في عمل جديد، بشكركم جدا جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.